متابعينا ومشاهدينا. وزي ما تحدثنا قبل شوية عن إنه قنا الحقيبة هو ممكن تكون فيه فكرة المجايلة ناجحة جدا، والدليل على كده الفنان الشاب الموجود معي أحمد عباس، وغنى قبل شوية غنى جميل جدا جدا، وثق من كبار من خلاله للكبار. أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير. اهلا ومرحبا بكم ومرحبا بتيم الغناء العامل كله، ويعني بنشكركم جزيل الشكر على جيتكم الجميله لنا في منتدانا الجميل ده دارنا يا جماعه. مرحبا بكم في يوكي، دارنا وداركم عامر ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم احمد عباس عن فكره المجايله، يعني الشباب واهتمامهم برضه باغنيه الحقيبه، وانا شايفه في الات كثيره موجوده ربما دي سهلت عمليه الغناء وخلت انه الاغنيه بتاعت الحقيبه تصل اكثر بالنسبه للمستمع السوداني. طيب انا ممكن اقول لك الايامات دي الغنى الشعبي بقى عامل رواج، الشباب يا دوب مخه بدا يتفتح مع الغنى الشعبي. بعدين الالات الكثيره دي يعني شنو بتخلينا شنو بيسهل لنا الغنى زي ما بيقولوا، بتحليه لنا الموضوع ده عامل كده. بس جربت انك يعني تغني بالالات البسيطه الريق مثلا والحياه البسيطه، ولا لقيت صعوبه؟ لا جربناها دي في البدايات طبعا، لكن بعد ذلك طبعا كل ما الزول يعني يتمرس في الحاجه بيتقدم خطوه لخطوه، كل ما تقدم خطوه لخطوه بتدعم الاتك بتدعم حاجاتك، بتجيب الدرامز البيز الموضوع ده عامل كده وتحل الشغله والشغله ماشيه، والله يسهل علينا وعليكم. اللهم بتفتكر انه غنى الحقيبه محتاج تدريب يعني للواحد بصوره مكثفه، وهل بروفاته بتاخد زمن زي الاغنيات الحديثه؟ اكيد انا ممكن اقول لك الغنى بتاع الحقيبه اصعب من غنى الموسيقى، لانه غنى الموسيقى يعني فيه فراغات كثيره الفنان ممكن ياخذ فيها راحته، لكن نحن هنا الغنى بتاعنا تسليم وتسلم، يعني انا بقول الكورس يقول وراي، انا بقول الكورس يقول وراي، لكن في الموسيقى في فراغات، يعني حتى شايف بس الايامات دي فنانين الحديث بقى يجيبوا كوارث معاهم عشان رجعوا احساس الشعب القديم. اي والله العظيم انا شايفه برضه بعض الشباب يعني بيكونوا في الكورس في رقصات كده، يعني هي بيكون فيها نوع مثلا من يعني تفهيم الاغنيه او توصيل مفهوم الفيديو كليب المباشر من خلال اغنيه الحقيبه. يلا الرقص بتاع الكورس ده بيعتمد يا رقص جماعي يا حاجه انت بترقص مع احساسك، ما قدامك في فنان بيغني قدامك في حاجه شغاله في احساس واصلك، بعد ده انت على حسب الاحساس اللي جواك بتقوم تعبر، يعني الرقص ده كله عباره عن تعبير عن الحاجه جوا الانسان بس، يعني مرتبطه الحاجه ما حاجه مقصوده. الغنى هاي شكرا لك، الله يديك العافيه، تسلم كثير يا اخي، وشكرا للتيم العامل وشكرا لكم وحبابكم في دارنا في اي وقت. شكرا شكرا جزيلا. كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا من خلال هذه الأمسية تحية ومحبة واحترام، متواصلين من خلال هذا المساء، وأغنيات الحقيبة بالتأكيد هي صامدة وموجودة، خليكم معنا.